26 هو الدير برقم 100 في التاريخ الرياضي للفريقين. بورجي بورجي ما ننساه فعلا محاط بأربعة ثلاثة لاعبين. الكلمات الدولي جويعة لويسي ماذا سيفعل لويسي؟ يستير فرصة هدف جول هدف الموسم وهدف قاتل هدف من الروعة بمكان كما قلت إلى بشلوينة سجل هدف غيلتهب المركب الرياضي محمد الخامس مدينة الطربيدة مباراة العمر هدف العمر لن ينساه طويلا أنصار فريق الوداد هدف من الروعة بمكان أعتبره هدف الموسم وهدف الخلاص لفريق الوداد يمكن نقول الوداد تعدى كثيرا قبل أن تسجل هذا الهدف هدف خرافي هدف جميل هدف يمكن تسميه بأي اسم ولكن لن ينساه الوداديون طويلا سنشاهده من أكثر من لقطة ومن أكثر من زاوية يعني حلاوة كرة القدم يتوج فريق الوداد باللقب ويجي الهدف في الدقيقة 96 تم إضافة 7 دقائق من وضعية صعبة من زاوية صعبة يمكن نقول الحارس كوحا ارتمى بكل ثقله للزاوية 90 اليمنى ولكن ما عنده ما يدير الله غالب بهذه العبارة الله غالب نزل على بكل الثقل ديالو أي حارس كيف ما بغى يكون نوعه كيف ما بغى تكون إمكاناته لا أعتقد أنه يمكن يلتقط بكرة هدف من الروعة بمكان ويمكن نقول الآن الوداد يمكن بقى دقيقة ولا 30 ثانية الوداد ما بغيتش نتسرع ونقول مبروك للوداد اللقب لأن الكرة لا تنتهي إلا مع الصافرة النهائية ولكن حلاوة كرة القدم هو فريق التوج بهذه الطريقة وبهذا المجهود لأن مجهود الموسم اختزل في هذه القذفة وفي هذه الزيدة التاريخية للويسي الويسي يدخل التاريخ الرياضي للوداد بعد بن شريفة الذي سجل 7 أهداف طيلة 10 سنوات في الديربيات ما بين الرجاء والوداد اليوم الويسي في سن 30 واحد من المخضرمين يمنح هدف من الروعة بمكان ويمكن نقول الجهة التي يوجد فيها جمهور فريق الوداد أصبحت الرؤية فيها صعبة للغاية بفعل جمهور أنصار الوداد العديد من الشعوب الحارقة التي حولت المدرجات ملتهبة من طرف جمهور فريق الوداد توترت الأعصاب نسبيا ولكن نتمنى صادق تمشي المباراة بهذه الوتيرة لأنه الآن شنآن صعب جدا معرفة ما يحصل الصورة أمامكم غاية في الضبابية لأن كما قلت الشعوب الحارقة التي رمى بها الجمهور حجبت الرؤية في أكثر من زاوية وهذا المكتب مسير لفريق الوداد المنجراج الفشتاني والعديد من رؤساء فريق الوداد سابقا بطبيعة الحال أمامكم الصورة غنية عن كنت لاحظوا يا جور ماذا يفعل يعني ناس السلوك الحضاري كرة قدمية هذه هدف الرجاء كانت متقدمة منذ دقائق أولى في الشوط الثاني جاء هدف مشروع 100% سلوك بهذا الشكل لاعب ياجور يرمي جانبا اللوحة الإشارية سلوك مرفوض نهائيا نحن وراء المواهب وراء كل اللاعبين الصاعدين ولكن يلزم اللاعبين سواء الرجاء أو الوداد ينهيوا المباراة بروح رياضية كبيرة لأن هذه كرة قدم الجارين كما توجد بالأمس وفي السنوات الماضية الرجاء على أكثر من واجهة اليوم الوداد تعود للواجهة بعد 13 سنة من الغياب وآخر لقاء ودادي يعود لسنة 1992 إذن توترت الأعصاب والحكم قزاز أمامكم الصورة لكل الشرائح المجتمع تتابع المباراة كل أعمار يمكن نقول الآن 35 ألف متفرج ودادي في منتصف ملعب حولوا المدرجات الحماس كبير في الوقت للاعب سقاط يغادر رقعة الملعب بعد إشهار الحكم قزاز لورقة حمراء وطرد محسن ياجور يعني يمكن نقول طرد مجاني هنا يمكن نقول بهذه العبارة سذاجة بعض اللاعبين محسن ياجور دخل ليمد يد العون للاعبين فبه بحركة يمكن نقول لا رياضية صراحة باش لاعب يجي ويرمي باللوحة الإشارية جانبا ما بغات تكون نرفزة ولا التوتر مع اللاعب فريق الخصم ولكن هذا السلوك مرفوض نهائيا في ميدان كرة القدم. إذن آخر فترات هذه المباراة سكون كبير في نصف ملعب جمهور فريق الرجاء والهستيريا تاعهم مدرجات مركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الطربية. يعني الآن بدأت الاحتفالات كما قلت اليوم إذا ما انتهت المباراة التعادل
يكون فريق الوداد أضاف لقبا جديدا لسجل الرياضي الحافل بالألقاب، عشرة ألقاب بالتدقيق منذ سنة 1956 حتى الآن. هذا اللقب رقم 11 والخزانة مليئة، الحكام خزانة الرجاء والوداد مليئة بالألقاب وتتحدث عن عراقة هذين المدرستين الكبيرتين. بن شريفة وكل طاقم احتياطي ينتهي أو يتريت لإعلان لنهاية المباراة. الحكام يتوجه لينذر لاعب فرح، يعني أجمل ما في المباراة اليوم صراحة. صحيح المباراة كانت لا بأس من الناحية الفنية، فيها فرص عديدة، ولكن حلاوة المباراة هو الهدف الجل لويسي وبيه باش غادي يتوج فريق الوداد إذا ما انتهت المباراة، يتوج كبطل للموسم الحالي. طلحة، نهاية المباراة، نهاية المباراة وتعادل بين الجارين الرجاء والوداد، هدف لمثله سجل للرجاء عبد اللطيف جريدو من ضربة جزاء منذ الدقائق الأولى بداية الشوط الثاني، وفي الوقت بعد الضعيف ضربة الدقة 96 اللويسي بقذيفة تخترق شباكوها، يعيد قراءة المباراة من جديد وتنتهي بتعادل أعتبره منصفا منطقيا. هنيئا للرجاء على تقديم هذه المباراة في مستوى سمعته، هنيئا للوداد بهذا التأهل التاريخي، بهذا الفوز التاريخي باللقب، اللقب الذي غاب عن خزانة الفريق لمدة 13 سنة. يمكن نقول بأن لاعبو فريق الوداد تعذبوا كثيرا قبل أن يفوز بهذا اللقب على بعد